اهلا بكم من جديد والى التفاصيل. اعلن كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي ان عبد الله سعيد لاعب وسط الفريق لن يشارك في المباريات المقبله بقرار من اداره النادي. واوضح كابتن حسام البدري في تصريحات له اليوم ان مساله مشاركه السعيد من عدمها لا تخص الجهاز الفني بل قرار في يد مجلس الاداره، لان الامر اصبح اكبر من مجرد لاعب معطل في تجديد عقده. وما زلنا مع كابتن حسام البدري، حيث أكد أنه لا يضع أي شروط مالية لتجديد عقده مع الأهلي لأن علاقته بالنادي أكبر من الأموال. وأشار المدير الفني إلى أنه يرحب بعودة رمضان صبحي صانع ألعاب منتخب مصر وستوك سيتي الإنجليزي في الموسم الجديد، مؤكدا أنه يتمنى ضم محمد مجدي أفشة لاعب وسط أمبي أيضا. وأوضح المدير الفني أنه يرحب باستمرار حسام غالي لاعب وسط وقائد الأحمر موسما آخر إذا أراد، لأنه ما زال قادر على العطاء، متمنيا أنه يتراجع عن قرار الاعتزال بنهاية الموسم. قال الكابتن احمد ايوب المدرب العام للفريق الاول للنادي الاهلي ان جميع اللاعبين الدوليين دخلوا ضمن حسابات الجهاز الفني في المباريات المتبقيه من عمر الدوري العام والتي يستهلها الاهلي بمواجهه طنطا غدا ضمن مؤجلات الاسبوع الـ30 للدوري. واضاف ان الفريق تنتظره ارتباطات هامه بدايه من مباراه الداخليه في بطوله كاس مصر، ثم مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تنطلق خلال شهر مايو المقبل، ويبدأ الأهلي أول مواجهتها أمام الترجي. وشدد المدرب العام للأهلي على أن الجهاز الفني يريد إنهاء مسابقة الدوري العام بصورة جيدة إلى جانب التحضير للمشوار الإفريقي الذي يتطلب تجهيز جميع العناصر. يخضع حسام عاشور لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي لاختبار طبي اليوم لحسم قرار مشاركته في مباراه طنطا التي تقام غدا الاثنين في اطار منافسات بطوله الدوري العام. وكان عاشور قد اشتكى من كدمه في اصبع القدم خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني الاخير بسويسرا، وفضل الجهاز الفني منحه اكبر قدر من الراحه للتعافي من اصابته، حيث اكتفى بالمشاركة في التدريبات البدنية فقط مع أداء مران منفرد في الجيم. يعاني سعد سمير من إجهاد في العضلة الخلفية ويغيب عن المشاركة مع الفريق أمام طنطا في المباراة التي تقام غدا الاثنين في بطولة الدوري العام. ويخضع سعد لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.
قالها خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي أن شريف إكرامي سيعود للمشاركة في المران الجماعي بعد مواجهة طنطا بعدما خاض اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الكدمات التي تعرض لها وليد أزارو ووليد سليمان في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش كدمات خفيفة ولا تعيق مشاركتهم أمام طنطا، خاصة أن الثنائي شارك بصورة طبيعية إلى نهاية المران ولم تصدر أي شكوى من كل منهما. الله عليك يا شناوي، الشناوي ناوي على التألق، ناوي ناوي محاولة، تأتي المحاولة عالية والشناوي الشناوي الشناوي نعم محمد الشناوي عبر التاريخ. الكرة رايحة فين؟ يا نهار أبيض، الله عليك يا شناوي، من على الخط يشيل الكرة العكسية في ناموس 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 من الترايب من حارس المرمى يطلع الكرة. راسية حلوة راسية حلوة ولكن يتألق محمد الشناوي في أول اختبار حقيقي. يتسلم الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي اليوم الأحد التقارير الطبية الخاصة باللاعب التونسي علي معلول المحترف في صفوف الفريق الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام كوستاريكا في المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخب التونسي لكأس العالم. ويخضع معلول لفحص طبي بعد عودته لتحديد برنامجه العلاجي وموعد عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية. وقال طبيب الأهلي أن سهيل الشمالي طبيب منتخب تونس أبلغ خلال المكالمة التي جرت بينهما أن اللاعب حالته في تحسن مستمر. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة طنطا غدا في الجولة 30 للدوري. وكان النادي الأهلي قد حسم لقب الدوري 40 في تاريخه قبل ختام المسابقة بوقت كبير. عشان نعرف تفاصيل أكثر عن التمرين بينضم إلينا زميلنا محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا على اخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه طنطا غدا. يمكن في هذه اللحظات وانا بتكلم معاك يمكن لسه الفريق مخلص التقسيمه الاساسيه في تدريب ليله المباراه قبل المواجهه ان شاء الله المتوقعه غدا باذن الله امام فريق طنطا في الدوري العام، خاصة أن هي مباراة تأتي بعد نهاية التوقف الدوري بسبب الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات، وأيضا خلال الفترة الأخيرة يعني مباراة مؤجلة في الدوري، فبالتالي الجهاز الفني بيستعد ليها وللمرحلة القادمة بشكل مختلف، ما بين أن هو خلاص حسم بطولة الدوري ما بين أن هو بيفكر في المراحل القادمة سواء في الدوري والكاس والمباريات المتبقية في البطولة الأفريقية. تمرين النهاردة يمكن تمرين خفيف ليلة المباراة، بدأ الأول بحوالي محاضرة فيديو استمرت حوالي 45 دقيقة داخل غرفة خلع الملابس، ثم نزل الفريق لأداء التدريب في حوالي الساعة 5:15، تدريب بدني خفيف مع الدكتور أنيس الشعلاني وكابتن محمد أبو العيلة، ثم التقسيمة اللي بدأت في حدود الساعة 5:30 ولسه منتهية دلوقتي استمرت حوالي أكثر من نص ساعة، يمكن تعرض فيها مروان محسن لكدمة قوية أو إصابة أثناء التدريب، لكن الدكتور خالد محمود نزل واطمئن عليه واستمر وواصل مروان محسن المران بشكل محمد عايز اسالك الاول، هل شارك كل لعيبه النادي الاهلي وليد ازار ووليد سليمان وحسام عاشور كل اللاعبين الدوليين اللي كانوا بيشاركوا مع منتخباتهم حتى اللعيبه الدوليين مع المنتخب الوطني شاركوا في المران الجماعي اليوم فيما عدا سعد سمير يمكن عنده اصابه في العضله فبالتالي العضله الخلفيه فبالتالي هيغيب عن مباراه طنطا، وطبعا عاشور اليوم شارك في التدريبات الجماعيه للفريق بعد راحته خلال التدريبات خلال اليومين الماضيين، وليد ازارو شارك، علي معلول تاكد غيابه لمده 3 اسابيع.
تاكد يمكن تشخيص الطبي لاجراء دكتور خالد محمود، هناك اصابه في كاحل القدم الخاصه بعلي معلول، وبالتالي لن يكون جاهزا الا بعد ثلاثه. طيب بالنسبه لحسام عاشور، هل من المتوقع انه يكون جاهز للمشاركه غدا ولا هيتعمل لسه في اختبار طبي؟ لا، حسام عاشور اليوم امتثل وشارك في المران الجماعي لاول مره، يمكن بقول لك هو اليومين اللي فاتوا خد راحه شويه من التدريبات الجماعيه، لكن النهارده شارك في المران الجماعي بكل قوه، شارك في التقسيمه الجماعيه. لكن وانا معاك، احنا لسه طبعا منتظرين القائمه لا يتعلن من الجهاز الفني الخاصه بمباراه الغد، لكن النهارده شارك في المران الجماعي، وطالما شارك في المران الجماعي والتقسيمه الفنيه اصبح جاهز للدخول في المباراه، لكن ننتظر القائمه النهائيه من الكابتن حسام البدري. وليد سليمان، عايز اقول لك نزل في البدايه وشارك في المران البدني، لكن في الجزء الاخير من المران البدني حس بالم في الركبه، ممكن بالامس كان في كدمه قويه مع ايمن اشرف، لكن الجهاز الطبي فضل ان هو يخرج وليد سليمان من التمرين، وفي اصابه يبدو ان هي اصابه قويه في الركبه، جزع في الركبه، لكن ننتظر التشخيص الطبي من دكتور خالد محمود، لان وليد بالامس استكمل المران لكن النهارده في الجانب البدني ما قدرش ان يكمله، والدكتور خالد فضل ان هو يريح وليد سليمان وما يستكملش المران. لكن هو اكد لك ان وليد سليمان مع سعد سمير مع علي معلول مع شريف اكرامي خارج قائمه مباراه طنطا غدا باذن الله. طيب محمد، هل كان في تركيز على الضربات الثابته اليوم؟ الجزء البدني ثم المران التقسيمه الفنيه شارك فيها كل اللاعبين، وبعدها مباشره كان هناك تدريب على الكرات العرضيه، لكن ما استمرش اكثر من حوالي 5 دقائق 10 دقائق، مجموعه عدد من اللاعبين بس الكرات عرضيه مش كرات ثابته، يعني التمرين حتى امبارح والنهارده شغل عرضيات من الجهاز الفني مع اللاعبين، مش تنفيذ تخصصي على تنفيذ الركلات الثابته. طيب ومين اللي كان بيرفع الكرات العرضيه؟ هل احمد فتحي، محمد هاني، الناحيه الثانيه صابر رحيل؟ بالفعل يمكن احمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي ايضا. نعم. والجزء الاخر صابر رحيل، وايضا هناك ساعات بيشارك فيها باقه وجونيور اجايه في تنفيذ بعض الركلات العرضيه والكرات العرضيه لعدد من اللاعبين اللي بينقض عليها في اوقات، بنشوف بيخش فيها صلاح محسن بشكل ايجابي، بيخش فيها مروان محسن ايضا بشكل ايجابي، بنشوف فيها تالق ايضا كمان لوليد ازارو في تنفيذ الركلات العرضيه، لكن بالقدم، يعني عدد من اللاعبين حسب ارتفاع الكوره، البعض بيدخل بتسديد ضربات الراس والبعض بيستخدم القدم في التسديد، لكن بتتنوع حسب امكانياته ومهاراته كل لاعب. لكن كابتن حسام بيعملها بشكل فني تخصصي لتنفيذ بعض الجمل الفنيه اللي بتتطلب ان هو يشارك بيها او يعني يعملها في المباريات القادمه. طيب محمد، عايز اسالك عن حاله اللعيبه الدوليه خاصه بعد القدوم من معسكر منتخب مصر بسويسرا، جاهزيتهم لاستكمال الدوري العام وماتش طنطا كان حالتهم النفسيه ايه؟ الحاله البدنيه قصدك؟ لا، الحاله النفسيه، حالتهم هم لسه جايين من معسكر منتخب مصر وداخلين على الدوري، وطبعا المعسكر منتخب مصر وفيه هزيمتين في المباريات الوديه، وانت دلوقتي داخل على حاجه ثانيه طبعا، عوده الدوري العام مره ثانيه. بص، انا اتكلمت مع الكابتن احمد ايوب في الجزئيه دي وسالت عدد من اللاعبين الدوليين، الكابتن احمد ايوب قال كل اللاعبين الحمد لله في حاله جيده، هنحاول نستخدم بعضهم ورحب بعضهم في الفترات القادمه بما يتوائم ويتوافق مع مصلحه الفريق في المباريات المحليه والافريقيه. سالت اللاعبين الدوليين يمكن بعضهم مش كلهم، البعض منهم بيتمنى باذن الله ان هو يتواجد حتى في المباريات القادمه عشان يكون عنده فرصه المشاركه والتواجد مع المنتخب، كل واحد حسب ظروف مشاركته مع النادي الاهلي وتواجده مع المنتخب الوطني في الفتره الجايه. لكن بشكل عام لا، اللعيبه الدوليين كلهم حتى اللعيبه الاجانب اللي كانوا في منتخبات بلادهم سواء تونس او المغرب او نيجيريا، لا سعداء جدا ان هم انضموا في الاجنده الدوليه خلال الفتره الحاليه وراجعين بحاله معنويه عاليه جدا لاستكمال المشوار مع النادي الاهلي، وهم شايفين ان ال 45 يوم القادمين مساله مهمه جدا لعدد كبير منهم، لان هي هتساهم بشكل كبير في تواجد مع منتخبات بلادهم او حتى مع المنتخب الوطني المصري في الاجنده الاخيره او في القائمه الاخيره اللي بتستعد. ونفس الشيء بالنسبه للعيبه اللي مرشحه للانضمام دوليا. نفس الشيء، لكن انت سالتني على اللعيبه الدوليين تحديدا. لكن هو طبعا شهر ونص ده، انت بتتكلم في مرحله اخيره، الكل قدر الامكان بيحاول يطلع كل ما عنده عشان يتواجد في المباريات لنيل شرف طبعا التواجد مع قوائم المنتخب خلال الاستعداد لروسيا باذن الله. السؤال طبعا اللي دايما بسالك فيه يا محمد وانت دايما بتحاول تهرب منه، شايف ملامح التشكيل ازاي؟ انا سالت السؤال ده للكابتن حسام البدري على الطياره واحنا راجعين، بالنسبه للمباريات القادمه في الدوري هتبدا بمباراه طنطا، هل هتعتمد على التشكيله الاساسيه اللي انت بتلعب بيها المباريات الاخيره ولا هتدي فرصه وتدفع عدد من البدلاء؟ هو اداني اجابه بين البنين، وده لسه طبعا هيتضح من خلال القائمه اللي لسه ما طلعتش وانا بتكلم معاك. لكن هي في جزئيه قالها كابتن حسام مركز عليها، قال انا هيهمني ان انا اتفرج على عدد ما كانش بيشارك معايا الفتره الاخيره عشان احكم على مستوى في نهايه الموسم بما لا يخل ولا يعني يؤثر على شكل النتائج للاهلي في نهايه الموسم،
وفي نفس الوقت بفكر في المباريات القادمه الحاسمه في كاس مصر وبطوله افريقيا. من خلال هذه الاجابات تقدر تقول ان كابتن حسام يعتمد على عدد من اللاعبين في بعض المراكز لكن بما لا يخل بشكل التشكيله الاساسيه. دي الاجابه اللي انا فهمتها من تصريحات الكابتن حسام بدر المدير الفني، لكن قائمه مباراه الغد هي اللي هتدينا الصوره اكتر في اختياراته للاعبين والتشكيله اللي ممكن يلعب بيها باذن الله بكره. زميلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. يعقد النادي الاهلي مؤتمرا صحفيا الاربعاء المقبل بمقر النادي بالجزيره للكشف عن تفاصيل بطوله الاهلي الدبلوماسيه التي تنطلق على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد يوم 13 من ابريل المقبل. وتقام المباريات يومي الجمعه والسبت من كل اسبوع لمده 3 اسابيع، وينظم النادي هذه البطوله بالشراكه مع السفاره الالمانيه بالقاهره بمشاركه 24 فريقا من هيئات مختلفه. ومن جانبه قال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف من المجلس بالإشراف على هذه البطولة أن الهدف الأساسي من وراء إقامتها هو استكمال الدور الوطني للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة التي تعمل دائما على إظهار الصورة الحضارية للبلاد والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان. وأشار إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يولي هذا الحدث اهتماما خاصا وينتظر تنظيمه على مستوى يليق باسم ومكانة النادي الأهلي. وإلى متابعة أخبار قطاع الناشئين، قال الكابتن أحمد سراج المدير الفني لفريق ناشئ النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2000 أن سر تحقيق الفوز الكبير على فريق مركز شباب العبور بنتيجة 8-1 يعود إلى روح النادي الأهلي. وأضاف سراج أطالب اللاعبين دائما بعدم التهاون خلال أي مباراة نتقدم خلالها بأكثر من هدف، ولذلك قدم اللاعبون أداء مميز وسجلوا 8 أهداف في شباك العبور. وأكد سراج أن صعود الأهلي إلى صدارة الترتيب في دوري القطاعات لا يعني فوضه باللقب، ولكن ما زال ينتظره مواجهات قوية أمام الزمالك والمقاولون العرب. منح الكابتن محمد شرف المدير الفني لفريق ناشئ النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2001 اللاعبين راحة من خوض التدريبات اليوم الأحد تجنبا للإرهاق. وكان أهلي 2001 توج بلقب بطولة الجمهورية الجمعة الماضية بعدما تعادل بنتيجة 3-3 مع نادي وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 13 من الدور الثاني لبطولة الجمهورية. ورفع التعادل رصيد أهلي 2001 إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب بطولة الجمهورية بفارق 18 نقطة عن أقرب المنافسين وقبل نهاية البطولة ب6 جولات. وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة والمنتخب الوطني، بدأ الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر التفكير في ضم بعض الوجوه الجديدة لمعسكر شهر مايو المقبل استعدادا لمونديال روسيا. ويعتبر عمرو السولية لاعب الأهلي على رأس اللاعبين الذين يتابعهم الأرجنتيني من أجل تجربتهم في المعسكر المقبل. وكان منتخب مصر قد اختتم معسكرا منذ يومين في سويسرا، لعب خلاله وديتين أمام البرتغال واليونان وخسرهما بنتيجتي 2-1 و1-0 على الترتيب. استقر حماده صدقي المدير الفني لمنتخب الشباب الوطني على مواجهه ليبيا مرتين وديتين خلال معسكر شهر ابريل الجاري
استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهاية الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالنيجر مطلع العام المقبل. وفضل صدقي المنتخب الليبي على نظيره السوداني بسبب اقتراب المستوى وتحقيق الاحتكاك القوي خلال المعسكر المقرر إقامته من يوم 24 إبريل الجاري، ويلتقي منتخب الشباب نظيره السنغالي يوم 11 مايو المقبل بالعاصمة دكار، على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 18 20 و19 بالقاهرة من نفس الشهر ضمن الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهاية الأمم الإفريقية. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكوره بطير بحلمي وعندي هدف الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على تنظيم جولات ترفيهية اليوم الأحد للفرق المشاركة في البطولة عقب نهاية الدور الأول. ونظمت اللجنة رحلات لزيارة الأماكن السياحية في منطقة الأهرامات وخان الخليلي في إطار توفير برنامج ترفيهي على هامش البطولة. وكانت بطولة أفريقيا للطائرة السيدات التي نظمها النادي الأهلي الشهر الماضي قد شهدت تنظيم يوم ترفيهي مماثل لهذا اليوم لزيارة المناطق السياحية، وهو ما لقى نجاحا كبيرا وإشادة من جانب الوفود المشاركة بالبطولة. البطولة، ولكن يبقى النادي الأهلي الأقرب للتتويج باللقب بعد أن سبق وتوج به العام الماضي. قال الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز للفوز بكأس مصر هذا الأسبوع واستكمال مربع الإنجازات بعد التتويج بالدوري والبطولتين العربية والإفريقية. أضافت الفوز بالدوري مؤخرا وقبله استعادة البطولة الإفريقية يخلق دوافع جديدة لدى اللاعبات من أجل استكمال مشوار البطولات بحسم كأس مصر أيضا وإضافة بطولة جديدة لهذا الجيل من اللاعبات. وأوضح الصافي أن الروح المعنوية للاعبات مرتفعة للغاية في ظل مواصلة تحقيق الأهداف التي وضعها الجهاز الفني في هذا الموسم. أبدى ياسر صلاح مدرب الفريق الأول لكرة اليد سيدات النادي الأهلي سعادته بنجاح فريقه في تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد التتويج ببطولة كأس مصر والمنطقة ودرع الدوري. وأضاف نتقدم بجديل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دعم الفريق ومسانده من أجل تحقيق جميع البطولات التي خاضها هذا الموسم. وعشان نتعرف على تفاصيل أكثر نتابع هذا التقرير.
ربنا يعني كريم وفقنا السنه دي بطلب بطولات، واحنا طبعا انت عارف احنا عندنا استعداد اهم بقى بطوله افريقيا باذن الله ربنا يكرمنا فيها. كله هيخش على المعسكر، عندنا اعداد قوي الفتره اللي جايه، احنا فاضل لنا على البطوله بالظبط 13 يوم، معانا اتنين لاعبتين ممتازات يعني ان شاء الله اضافه لالينا في بطوله افريقيا من نادي سبورتنج، ياسمين ومي جمعه، وان شاء الله داخلين معانا المعسكر وهيكملوا معانا لغايه اخر بطوله افريقيا باذن الله. في كمان بنحاول يعني احنا بنحاول بندور على برضو تعرف بقى المشكله في الناس المحترفه، وان احنا كنا عايزين نجيب واحده محترفه من بره، بس للاسف الموضوع يعني مغالى يعني مغالين فيه قوي، وانا بقول يعني ان شاء الله باذن الله نعتمد على اولادنا وان شاء الله يخير باذن الله. الحمد لله كله فضل ربنا سبحانه وتعالى. دي ثالث بطوله في عهد طبعا مجلس كابتن محمود الخطيب، احنا بنهدي له البطوله ديت، وش حلو علينا كلنا بنحب حاجه اسمها، انا عايز اقول بقى بيبو تمام، ومش عايز انسى اعضاء مجلس الاداره بالكامل، وبشكر طبعا كابتن رؤوف على التدعيم اللي عاملينه ومجلس الاداره التدعيم اللي عامله. الحمد لله الحمد لله منطقه القاهره وكاس مصر والدوري العام، ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه احنا داخلين معسكر لبطولة أفريقيا إن شاء الله نعمل حاجة بإذن الله. عندنا البطولة الأفريقية وانتوا طبعا عارفين القصة دي، فإحنا البطولة بالنسبة لنا يعني حلم كبير، فإحنا دايما بنطبق حاجات في الماتشات عشان نستعد للبطولة، فيمكن دي أكتر حاجة إحنا بنحمس بعض بيها. ما ينفعش يبقى نهائي الدوري يعني رسمي أو آخر ماتش في السيزون ونبقى مش موفقين أو كده، لا لازم نكون عند حسن ظن الناس وانتوا طبعا جايين، فدي حاجة بتحفزنا جدا يعني، وجودكم معانا دي حاجة بتحفزنا جدا. طبعا احنا يعني الفتره الجايه بقى باذن الله هنبتدي نتفرج على الماتشات بتاعه الفرق المشاركه، ونبتدي نحللها ونبتدي بقى ندردش مع بعض في القصه دي، عارفين ان هو تحدي كبير والبطوله صعبه، بس ان شاء الله هنحقق حاجه ومش هنخذلكم باذن الله. الماتش ده كان تحصيل حاصل، بس الاهلي ما بيخسرش، احنا لعبنا 40 مباراه ما خسرناش ولا ماتش، فاكيد اخر ماتش لازم نختمه بشكل كويس، والحمد لله احنا كلنا ظهرنا بشكل الحمد لله كويس، وعملنا ماتش كاني اول ماتش في البطوله زي اخر ماتش في البطوله، واعتقد ان احنا نستحق الدوري والكاس وبطوله القاهره، والحمد لله يعني على ختام البطوله بالطريقه دي. الحمد لله موسم كان طويل وصعب، احنا الفرقه الوحيده اللي خلصت الموسم ده من غير ولا هزيمه، طبعا كل ده استعدادات عشان احنا الهدف الاكبر افريقيا، ويعني يمكن احنا غايبين عن افريقيا بقالنا كتير، بس ربنا يسهل يعني ونعمل حاجه تفرح الجمهور ان شاء الله. مفيش حاجه صعبه والله، هو مفيش مستحيل يعني، في ناس جدا بتبقى ضعيفه وبتقدر تعمل حاجه، بس احنا مش ضعاف، احنا ناس كلنا اقوياء، احنا كلنا اصحاب خبرات لعبنا منتخب مصر قبل كده، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه، احنا مستعدين كويس قوي لبطوله افريقيا، كل حاجه بناخدها بحاجه، نقدر مفيش حاجه صعبه مفيش حاجه مستحيله، فنقدر ان شاء الله نفرح جمهور النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره والجهاز الفني اللي تعب معانا. هي هتبقى بطوله قويه قوي لان الفرق كلها يعني ناس محترفة وكده، بس احنا يعني هنعمل اللي علينا وان شاء الله يعني نحاول نظهر بمستوى حلو، وان شاء الله باذن الله نجيب مركز كويس باذن الله. يعني الحمد لله قدرنا نعمل موسم كويس قوي، الثلاث بطولات الحمد لله قدرنا في كل الماتشات ان احنا ننهيها بفوز، مفيش ولا خساره الموسم ده طبعا بطوله الدوري دافع قوي لينا جدا لبطوله افريقيا، ان احنا نختم الموسم بالبطوله دي ده دافع لبطوله افريقيا ان احنا نأدي فيها بشكل كويس ان شاء الله. بقول لهم الف مبروك، وهم يعني فريق يستاهل ان هم ياخدوا البطوله، هما بيتعبوا جامد قوي، واحنا يعني ان شاء الله نقدر نساعدهم في بطوله افريقيا على قد ما نقدر، ونقدر ان شاء الله نعمل حاجه، احنا املنا ان شاء الله ان احنا بنلعب على ميداليه، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه يعني معاهم في البطوله الافريقيه. انا شايفه ان المنافسه مش بعيده والله، يعني هما احتكوا بيهم كتير قوي، فقشنا عندهم خبره شويه ان هما يعرفوا ايه اللي يحصل، بس هي فرقه قويه، مش هقول انها فرقه مش قويه، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبينهم فرصه ان شاء الله ما ياخدوا اي حاجه السنه ان شاء الله.
والى متابعه اخبار الاهلي في الصحف والمواقع، والبدايه من الاهرام سبورت. البدري وعبد الحفيظ يطيران الى الامارات للاطمئنان على الخطيب. الاخبار، الدوليون ينتظمون في تدريبات الاهلي ومعلول يغيب للاصابه. الجمهوريه، البدري يتمسك بضم رامي صبري. والشروق، البدري شهر العسل بيني وبين الاهلي لم ينتهي ابدا. اليوم السابع، سعد سمير يحتفل بعيد ميلاده 29. وفي الجول، البدري لن اتردد في اشراك اكرامي او لطفي واسعى لتحقيق اهدافي. ويلا كوره، الاهلي الخطيب كلف مرتجي بمتابعه ازمه الكاف ونامل في مواجهه الترجي بالقاهره. اما كوره، البدري يرفض رحيل السوليه. يورو سبورت عربيه، الاهلي يؤجل تسلم درع الدوري.